الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكم جميعا. أنوه عن نفسي، أنا الدكتور أحمد حسن، اختصاص كيمياء عضوية، تدريسي في جامعة بابل كلية العلوم البلاغ. محاضرتنا اليوم راح تستهدف طلبة المرحلة الثالثة في قسم الكيمياء. بداية عنوان المحاضرة هو الكربوكسيليك أسيد أند ذير دريفيتيف نيوكليوفيليك أديشن إليمينيشن أند أسايد كربون. هاي المحاضرة راح نتناول جزء مهم من الكيمياء العضوية اللي هي مركبات الكربوكسيل جروب. بداية يجب أن نعرف شنو هي الكربوكسيل جروب. الكربوكسيل جروب هي مركبات تمتلك مجموعة وظيفية اللي هي كربونيل جروب، صيغتها العامة سي دبل بوند أو أو إتش. بعض المصادر راح تكتبها بهذه الطريقة سي دبل بوند أو أو إتش أو بعض الآخر سي أو 2 إتش. ممكن تنتقل مركبات الكربوكسيل اما اليفاتيه او اروماتيه، وذلك بالاعتماد على مجموعه الار المرتبطه بمجموعه الكربوكسيل. هناك عده مشتقات للحوامض الكربوكسيليه تترتب من حيث الفعاليه من الاعلى الى الاقل فعاليه، فاول فرد من هذه العائله واللي يمتاز بفعاليه عاليه جدا هو أسايل كلورايد، اللي هي مركبات صيغتها العامة RC double bond أو CR. وتمتاز هذه المركبات بالفعالية العالية نتيجة لوجود مجموعة الكلورايد اللي تعتبر good living group، وبالتالي راح يسهل تعويضها بمركبات أو مجاميع أخرى. الفرد الثاني هو الأسيد أنهايدرايد، واللي هو صيغته العامة RC double bond OO C double bond OR، وممكن أن تكون الR على الطرفين متجانسة أي متشابهة، وممكن أن تكون مختلفة. الفرد الثالث هو الإستر، واللي هو عبارة عن RC double bond OR، وأيضا ممكن أن يكون مجاميع الR مختلفة. المركب الأقل فعالية هو النايتريل، اللي هو صيغته العامة RC triple bond N. أما أضعف فرد بهذه العائلة هي عائلة الحوامض الكربوكسيلية أو مشتقات الحوامض الكربوكسيلية هي الأمايدات، واللي ممكن تكون أمايدات أولية أو ثانوية أو ثالثية باعتبار على تصنيف هذه الفرد من هذه العائلة، يعتمد على عدد مجاميع الآر المرتبطة بمجموعة الـ NH2. فإذا كانت NHR فيعتبر أمايد أولي، أما إذا NR R برايم فيعتبر أمايد ثاني. تسمية الحوامض الكربوكسيلية وصفاتها الفيزيائية. تسمية الحوامض الكربوكسيلية تعتمد على الآتي، أنه يحذف المقطع أو الحرف E من الألكان المقابل ويعوض عليه بالمقطع أو الأسيد. فمثلا مركب الأربع ميثايل هيكسانويك أسيد هو عبارة عن مشتق من الهكسان، فاحنا استبدلنا المقطع E في الهكسان وأضفنا له المقطع أو الكأسيد. مثال آخر E3 هبتانويك أسيد، R ممكن أن نسميه بتسمية ثانية اللي هو E3 إينويك أسيد. بعض الحوامض الكربوكسيلية تمتاز بأن لها تسمية شائعة، وهذه التسمية هي تسميات قديمة مشتقة من اللاتينية. فمثلا الفورميك أسيد اللي هو عبارة عن الميثانويك أسيد، أما تسمية الفورميك أسيد فهي مشتقة من كلمة الفورميكا واللي هي تعني الأنت أو ما يسمى باللغة العربية حامض النمليك. الإيثانويك أسيد اسم الشائع أو اسم الدارج اللي كنا نتعامل به سواء بالحياة اليومية أو بالحياة العلمية الأكاديمية ما بين المتخصصين في الكيمياء العظمية، أسيتيك أسيد واللي هو مشتق من الأسيتام بمعنى الفينجر. وهكذا بالنسبة للتسميات الأخرى لمركبات الحوامض الكربوكسيلية. بما أن احنا تكلمنا على أن الحوامض بدنا نتكلم أو بدنا نقول الحوامض كربوكسيلية، إذا هي مركبات تمتلك صفة حامضية، أي أن تفاعلها مع القواعد راح يؤدي إلى إنتاج الأملاح. أما كيف نسمي أملاح الحوامض الكربوكسيلية؟ فيحذف المقطع الـ IC acid ويضاف المقطع ATC. فمثلا
الاسيتيك اسيد عندما انفعل مع الصوديوم هيدروكسيد راح ينتج لي مركب اللي هو صوديوم اسيتيت او نقدر نسميه صوديوم ايثانويت. اما اذا مع البوتاسيوم فنقول بوتاسيوم اسيتيت ولا ذاك. نتكلم اليوم هسه الان على الاسيتيتي اوف كاربوكسيليك اسيد. الحوامض الكاربوكسيليه هي تعتبر حوامض ضعيفه اي اذا ما قارناها بالحوامض اللا عضويه، حيث ان البي كي اي لها تبلغ من 4 إلى 5. تمتاز الحوامض الكاربوكسيليه بانها ووتر انسولين، هي غير ذائبه في الماء، واذا ما اردنا ان نذوبها فيمكن ان نجعلها ذائبه عن طريق تحويلها الى املاحها عن طريق مفاعلتها مع الصوديوم هيدروكسيد مثلا. فمثلا عندنا البنزويك اسيد يمتاز بانه ووتر انسوليوب، بعدما انفعل مع الصوديوم هيدروكسيد او الصوديوم بايكربونات راح يعطينا ملح الصوديوم بنزويت اللي هو ملح ذائب في الماء. اذا ما قارنا حامضيه الحامض الكربوكسيليه مع مركبات اخرى مثل الفينولات نجد مثلا ان الفينولات هي غير ذائبه في الماء انسوليوب ان ووتر، وكانها تذوب في الصوديوم هيدروكسيد. طبعا هناك بعض الاستثناءات، اذا كانت هناك مجاميع ساحب الالكترونات مثل مجاميع النايترو فراح تختلف عمليه اذابه الفينولات في المحاليل المائيه. كذلك الكحولات تمتاز بانها تكون غير ذائبه في الماء ولكنها تذوب بمحاليل الصوديوم هيدروكسيد والصوديوم بيكربونات، اي ان أملاح الحامض الكربوكسيلي تكون ذائبة بالقواعد القوية والقواعد المخففة حالها حال الكحولات. وهي الطريقة يعني عملية اختلاف الصفة الحامضية أو القوة الحامضية نقدر من خلال نستثمرها في فصل الحامض الكربوكسيلي عن الفينولات والكحولات. شنو تأثير المجاميع المعوضة على حامضية الكربوكسيليك أسيد؟ فإذا أخذنا هذه الأمثلة أمام حضراتكم مثلا ترايكلورو أسيتيك أسيد، دايكلورو أسيتيك أسيد، كلورو أسيتيك أسيد والأسيتيك أسيد، نجد أن البي كي أي لها تكون مرتبة ب 7 بالعشرة 1.48 2.8 إلى 4، أي أن كل ما زادت مجاميع الكربوكسي مجاميع الكلورايد اللي هي تعتبر الكترون وتدرون جروب راح تزداد الحامضية، والسبب في ذلك أن هذه المجاميع راح تعمل على زيادة استقرارية الشحنة السالبة المتكونة بعد فقدان البروتون في المحلول. فمثلا حيث أن مجموعة السي دبل بوند أو ماينس لكون مجموعة الكربون تعتبر مجموعة ساحبة للإلكترون فراح تعمل على زيادة استقرارية الشحنة السالبة عن طريق الرزناز. مجاميع الكلورات لكونها تعتبر إلكترون وذيدرون جروب راح تزيد الاستابيليتي للحوامض ايونات الحوامض الكربوكسيليه او الايون السالب المتكون بعد فقدان البروتون، وبالتالي راح تزداد الاستقراريه بكل ما، ونحن نعرف ان كل ما زادت استقراريه الايون السالب راح تزداد الحامضيه، يعني قدره الحامض على منح البروتون راح تزداد. كذلك موقع المجموعات المعوضة مثلا احنا نتكلم عن ايون الكلورات ومثال على هذه المجاميع اللي هو يعتبر من الالكترون وجدران جروب، موقع ايضا يؤثر على الحامضية، فكل ما كان اقرب الى مجموعة الكاربوكسيل جروب كلما كان مقدار الحامضية اعلى. هنالك بعض الحوامض الكاربوكسيلية تمتاز بوجود مجموعتين كاربوكسيل جروب وهي مرتبة ممكن أن تكون ألفاتية أو أروماتية. نأخذ بعض الأمثلة، عندنا الأوكساليك أسيد، المانوليك، السكساليك أسيد، وبالنسبة للأروماتية الفيتاليك أسيد، أيزوفيتاليك أسيد، والتيرفيتاليك أسيد. أهم فرد من أفراد مشتقات الحوامض الكربوكسيلي هي الإسترات. والإسترات هي مركبات تنتج من طريق مفاعلة أو عملية ازدواج مع حدوث عملية ازدواج ما بين الحامض الكربوكسيلي والكحول. أما تسميتها فهو يحذف أو يضاف المقطع أو يحذف مقطع الواي آر من الكحول ويضاف وكذلك من الأسيتيك
الأسيد ويضاف المقطع ATA. فمثلا عندنا الأثيل أسيتات، أي أنه عبارة عن إستر مشتق من الإيثانول والأسيتيك أسيد. تيرشر بيوتايل بروبانويد، أي أنه مشتق ما بين البيوتاريك أسيد أو تيرشر بيوتاريك أسيد والبروبانويك أسيد. لاحظ أن كل ما الأمثلة أمام حضراتكم أنه عملية تسمية الإسترات تتم عن طريق تسمية الشق اللي جاي أو اللي منبثق من الكحول، ثم كذلك الجزء الثاني المشتق من الحامض الكربوكسيل. تمتاز الإسترات بأنها بولا مركبات مستقطبة، مركبات ذات أهمية كبيرة لكونها لها استخدامات يومية كثيرة. الحد هذا الحد راح نتوقف أعزائي الطلبة، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة نكمل مسيرتنا مع دراسة الصفات وخصائص الأفراد الأخرى اللي تناولناها من الحوامض الكربوكسيلية. السلام عليكم.